فضيلة الشيخ، يقول السائل: بين الشباب اتفاق على صيام يوم لكي يوحدوا الدعاء على بعض الأعداء، فما حكم ذلك؟ هذا بدعة، الاتفاق على صيام يوم هذا بدعة، والدعاء ما هو لازم يكونوا صائمين، يدعون في الركوع والسجود والصلاة وخارج الصلاة وفي صلاة الليل وفي قنوت الوتر، وفي يدعون عليه ولو لم يكونوا صائمين. نعم.